مدن ياشا شرفت له برلمان الدولة الغوريات ومشا بعلق وحا شرف وين إيه وحا شرف وين إيه إن أن إذن أن إن أن يسوع بندى بميزانية دس ميزانية سنادات دولة الغوريات ومشا بعلق يا سوماليا إيه مدة أولى حيسة كودا جناي لو كن لو تيكو إلا صدق خد إلا صدق صدق كودا ديسمبر لو كن لو تيكو لو كن لو تيكو مدن ياشا شرفت له برلمان الدولة الغوريات ومشا بعلق ميزانية دان وأمد لوغو تلاقى لي إن لوغو سي وضو هولها هذا صعدة إدو الدولات كل شبالة إيو إن أي صصب وصيصه إن لبسه وزير وزارة ذي هي هي أذي كله أدمنا إيو سيدو كله إن أي الناس المحدود كوب أنت قار كمدة وزارة ذها لها المال أو المرين تبشدة تقالها تايوات تلابو وين أو أي هرق وقاضي كل شبالة ما دام أن دمان تي كمدة شغينا إيو إن أن جعان كجيسنو لسيد المستقبل نبات إيو برواقو كلهن أو أي هلان دتك سوماليا ميزانية ده واحد أي كل سنة هاي لفكرس قمن أولو سمية أهمها مدنان تقول دولة قبلات كهشبالة هي خيرات كحديدا إيضا أو ديرة دلو ساري أهمها مشاريات كحبناها بارلبانك إيه وزيرة ده إيه هو الوضعين ده شرعه واجبين آيه إن لغو مقعابه إن لمقعابه إلى الانتا إيه جريتانك عيدة مدى أمنك إيه بوليسك ما دام أي تاسيو كفران كفرانيهين كبعا إيه هو المرينتا بلشد قاله دخلي دخلي أدورينتا قدها أو لسيو راجيو إيه حوجينتا أديبيو تيالي أو لسيو تدوينها إيه أو لو مرايو يلا الله مرايو شغاله هيد كأس الدولة ده ترى دور كرتة إيو جارهان أديك جارهان أديك بحنتة جود أكل دون هي أدها نظام كإيو كلا دمبين كإيو بتقب كأهمها نقارها جوينتة كأبياش برشة إيو أديك يده وحبرشة قولها نقوم مهمسن إيش عيد جنتة إيو إيه فلنت إيه دولة ده إيه بارلبان كأمنيجا إيه مالية ده أيار ولي حوج أيار ولي حوج سارينا مرحلة دان مهم كأه إيه أي كوب عيسو دولة جبرات كه كل شبالة سي عنو سي وغنو لسيد ده إيه بلارين تهولهان وحان سي عن بقادينا هوشي بلابتي لبهم تمليح أنجا أو كاشنا إنه أنجا أو كاشنا إنه صاحب دينا كتر سنبلش ده هيد كأه جنع سيجا قال كلولي هي دولة فدرالية آه إيه له الوضعياش عالمي آه إيه هرمارينتا سي أنو حقيقينو إن حسيلوني إيه برواقة أي كوارتو دولة جبرات كا كيرشابيلة مدن ياش شرفت له إيه برابات دولة جبرات كيرشابيلة ميزانية دان وح أي جور حارسة وضدي لغوليسي لها مستقبل كان كوان أحسن أو أي عشان دتك كريشة ولا فضلا إيه أقولها إن سوق هو وحيابها أقوم مهمسن إيه كديرو ميزانية ده لبكون لبتيكو ميزانية ده أو أه في أفراد إيه أن سمينه وح أي غنصنا يسا إن خيراته أو ولي حددية هاي لكن أيه باهنت هاي إن أقوله تاس أو كتير ما ده دلالة قرشيسان أي مملكة عن شورها أي سيدة هفن وضان وزارة مالية ده إيو وزارة ده كله أي دخلها أروريو هي سيدة كله هي سيدة كله كرركا دقها دولة فدرال كا هي دق بحياشة هي ده أو دولة جبلات كثير شبه ولا موجسي مش موجسي واحد إن أي سي ونكسناتي ده فرنانتا إيو مارينتا مالية ده دولة إيو دولة فدرالية نوجد مشاس إيو دولة جبلات كا كثير شبه ولا وإن أو مر والبا إسكا إلاليو إن أو نغضو ميت كتير سن مالية ده ودي بدا كهلو تاس أو مركا عن لهيلين
innaga hor istaagi karta in aan xaqiijino yoolkeena ah in aan helno hadda inaan helno nabad barwaaqo iyo isku filnaasho waarta dabcan waan u baahnaan doonaa waan soo dhoweyn doonaa taageero maaliyadeed oo aan dibadda ka helno si aan u xaqiijino yoolka dhow ee aan beegsanayno oo ah in aan xasilooni iyo xaalad nololeed oo wanaagsan ka dhalinno dowlad goboleedka Hirshabeelle laakiin waxaan sidoo kale sii wadi doonaa horumarka la taaban karo ee aan ka gaarnay kobcinta ilahayna dakhliga gudaha si aan u hubinno madax bannaani maaliyadeed oo aan gaarno muddada dhexe oo aan gaarnay waa meesha cafan alle hada oo aan gaarnay waay muddada dhexe sida oo waajibinayo xeerka maaraynta maaliyadda dadweynaha miisaaniyaddan waa mid la xakameeyey oo aan laga badin inta la heli karo halkii suuragal ay tahay waxaan qorsheynay in aan sii wanaajino awoodda aan ku aruurin karno dakhli iyo aan taageero dibadeed ka helno deeqbixiyayaasha si loogu bixiyo howlaha horumarinta iyo sidoo kale si aan taageero ugu helno baahiyadeena dhinaca howlgalka ah xubnaha sharafta leh ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiirada qiyaasta dakhliga 2021 macnaha halkan waxaan rabnaa inaan ka cadayno wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle baarlamaanka sharafta leh waxay idiin soo gudbisay sanadkan 2021 miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ay soo diyaarisay sanadkan 2021 waxay gaaraysaa 20,970,784 oo ku dhawaad 280 ah ayuu ka badan yahay dakhliga dhab ahaan la helay 2020 waqtiga la joogo ilaha ugu waaweyn ee inoo qorshaysan in aan ka helno canshuuraha waa isticmaalka badeecooyinka iyo ogolaashaha isticmaalka alaabada ama qabashada howlaha deeqaha laga helo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo deeqaha laga helo hay-adaha caalamiga ah sanadka 2021 waxaan sidoo kale saadaalinaynaa in aan hirgelinno canshuuraha hantida ee ku jiro xeerka dakhliga ee uu baarlamaanka ansixiyey waxaan sidoo kale qiyaasaynaa inay sii wanaagsanaan doonto awooddan dakhli aruurinta ee ilaha gudaha laga helo anaga oo sidoo kalena raadinayna fursadda canshuuraha loo bixin karo qaab elektaroonig oo dijital ah si loo fududeeyo qaababka ay hadda shaqsiyaadka shirkaduhu u bixiyaan canshuuraha mudanayaasha sharafta leh ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle miisaaniyadda kharashaadka waxaa diyaarinteeda lagu saleeyey waxyaabaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudnaanta u leh gaar ahaan kuwa la xiriiro baahida degdega ah ee loo qabo in la sii baldaariyo howlaha wasaaradda ugu muhiimsan iyo sidoo kale dhisidda wasaaradaha la xiriiro kobcinta bulshada dhaqaalaha waxaana ka mid ah kharashaadka ku baxayo 4 waxyaabood oo waaweyn oo kale ah 1 mushaaraadka iyo gunnooyinka shaqaalaha 1,800 dhinacaysa isticmaalka alaabada iyo adeegyada 1,800 waaye deeqaha la siiyo heerarka dowladaha hoose 1,800 dhinacaysa hantida raasimaalka aan maaliyadda ahayn 1,800 mushaaraadka iyo gunnooyinka shaqaalaha oo ah 10,603,000
ليه بقول صدقني أفر كون شان إيه طبعاً دولار يبيع صدقني شان واي وها أي كا ديجاني هين بقولك بكون تنسيدي ميزانية ده ماله أبو وين أي كا خرج كان أو كبحايو ومشاركة إيه بنوين كفبناها بارلبانكا إيه وزيرة ده إيه هو وذينا ده مقعابس طوضو أو شرعي مواجبين أيو مشاركة شقالها جوكتدا أه لعقها عدانك أه إيه وحيابها كله إيه عدانك آنهين إيه لسيوه إذا ماذا أمنيك أود أن أولانهي إن أن بحنو لعقها أي نبو ليهين شرعي دي دجياشا إيه وزيرة شقالها جوكتدا أه إيه هو وذينا ده أمنيك إيه شقينا يا هي أدها مهم كأه شرعي الدجنتة هي فلنتة هي إن أنسي بلدارينه أود مارينتا مملكة هي مالية دولدة أيام دولدة أيام مهم وأه يولك أن هيكسنينه أو أه إن بدقب أمني هي برواقع لغوه هصهره لطلنت شرعيها كان دالين أيو دولة قبلاتك هير شبالي ميزانية استعمالك على هذا إيو أذيب يدا وهي قاريسة 6 مليون ليه بقول أفرطة يساقال كون أفر بقول صدنا أفر دولار ديبيع ساقاشن شان تاسو كد ليغان بقول كباتو من سديد ميزانية بود وحا كميدة ميزانية سفر هذا إيا شركتها أو أه تضوب بقول إيا طبان كون لباتن كرو سي سراكيش الدولدة أي هولو هودا أغسو بحان أين واجب يديدة ما ملك أي أغسو بحان بودها هرشبه دولد قبلياتك هرشبه لك إيا سيدو كالة سي أي هرشبه لك أغو متلان أين دانا هيدا أغو شاقيان بودها صوماليا إيا ديبادبا وحا سيدو كالة لو وحاسدوا كلا لو بحنا يا خرشات كهولها سيلو جوب بحيو سيلو جوب بحيو خرشات ك لو جب بهني هاي سي وديدة إيو سي بلدارين تر هولها الدولة ده كوان أيا وسي كلا بحايو كيلوين ك خرشات ك خدمات ك هيعتر ك بابورتا قرب ك اسمها إيو سيلو كلا خرشات ك كوبه هول قلادة أو ميزانية دودو أي تهاي هل مليان ليه بقول سجاشن إيه سجال كن لو بقول سجاشن يكون دبيع إحدى سديد دمان وزارة ذها وعها إيه هي ذها دولة السيدة أو دجايو شرعي مارين تمالية دمامركة دولة ميزانية لو بقول لبات يكون وحى كميتة ميزانية كتلاجلك أو أه سدح بقول سديد إيه سديد كن سيدات بقول سيدات دولار ربع ليه ده عشان أو بقول كبا ليه وضعت قياسة دخلك لفيلا يو إنه بدها كسو بحو مالية ده وتلاقلك أه وحالوغو تلاقلي إنه لغو بحيو خرشاتك دقدق اللغو بهن يهي إيه أن لغسي حساب تمين إيه كدسان إيه كدشو حالة دقدق أه أو أن بحين تودا للا سوق كريم إلا لغا أنسيحيو ميزانية دي ميزانية ديري أه أما لغا لغو غارو ميزانية دي بود أساس عطا إيادا أو آناي دباتو وين سوق غارين دان تا دادوينها ميزانية دان وحاسيدو كالاكو جيرو ديغا لغو تلقالي دولد هاصر أو أه أفر مليان لبا بقول أفر تنكون يافر بقول دولار أو ديغانتو بقول كيبا لبا تنكو ميزانية أول حريت لعجها لود ياريه دجمعين كأه دخل أرورنتا وكيل لوجا أها إسله دجمعين كاس برلوا كشرفت له وحنك عصرينا ميزانية أن أسوقت بين ميزانية خرشات ك أن مالية كاس مال كأهين وح أي ودرت يارو جاريسة أبغى ودرت يارو تهاي شنبو قل لحد إيه لحكون سجال بقول سديد إيه طبعاً ديبع أفرت أفر تاسو وكرنيجان بقول تبى سدة ميزانية دان خرشات كان وحى
وها او بديدي سوكو بحايا اسمها قرشيسن ايه دايعتر دايعتر الدا او لوكو قياس ايو سده بقول ليه دان ايه اللي بكون ليه بقول ليه دان سيدير تبيع افرطي افر او سو يبسشدا بابور اما ميزانية دا لوكو تلقالي ميزانية دا لوكو تلقالي ايه اي تهي كنتون كون سو يبسشدا قرب حفيزيدك قرب اي سي تي ايو مطورة او ميزانية دو تهي بقول كنتون افر كون لابا بقول كنتون خرشات ميزانية دا لابا كون لابا تيكو سيدا هورا انصو شاقنا مدنياش شرفت لي ee barnaamijka dawladda gobolka Giir Shabeelle sida hore aan soo xusnay inba hore aan soo sheegnay waxaadan ka soo xiriirayne waxa gaaraysa 2,900,000 sida kor loogu faahfaahiyayba waxaan halkan waxa halkaas ku dhann dhamaan miisaaniyada dawladda goboleedka Giir Shabeelle ee Soomaaliya ee sanadka miisaaniyadeedka 2021 بودهان ميزانية خرشاتكو وميزانية دحدحاته او وافقسن اوود دخلي فرنانتينا ايو سياسة ديرد الخسارة ايو ايه سي وناجنت دخليجا بودها دخليجاين ايال لفل ايال ان او كفل نادو ان او كفل نادونو بقول كبه تدوات يكون خرشات كينا barwaan sharafta waxaan usayna ina isdigaysan in ka maqsan waxa yaraan oo dhigto qaata barwaan sharafta la isdigaysano fubara saate hubnaha baarlamaanka sharafta leh ee dowlad goboleedka Giir Shabeelle hawsha hadda inoo taalo waa in aan ansixino oo aan si hufan u hirgelino miisaaniyadan walaa kula batay ku oo miisaaniyada maanta وزارة المالية أي مكان برمان شرفت لي إن أن هرجلين أو أنسفين ميزانية دان وحان رمان هي أدها جدية وزارة دها وحان واحها إيو هي أدها كله الدولة هو باهن هاي إن أي سيدة هو حوق بدن أي هو شقيان سلوه بيو إن سي تابقال أه أو هفن لو فليو ميزانية ده لبكون لبتيكوف أهن تماها متفرسمو أو كليا إن ده موادين تينا إيو دمان كوا سومالي ده أيا إن غسو جيدو وحان أيا إن غسو جيدو وحان واجب نغوه إن أم موادين تينا سومالي ده وعدينو إن أن هاي دولة مسؤولة أو أدي أو أديجيسو oo adeegayso iyo horumar gaarsiinayso muwaadiniinteeda iyada oo ugu bedelaysana canshuuraha ay ka qaadayso si xaq leh si xaq ah oo sharci ku dhisan oo qaadaysana canshuurta haddii aan ku sii soconno qaabkan xirfadaha iyo daahfurnaanta ku dheehan tahay ku dheehan aaway la ku dheehan tahay waxaan aaminsanahay in sidoo kale taageero maaliyadeed oo dheeri ah aan ka heli doono deeqbixiyayaasha caalamiga ah si ay gacan inooga siiyaan waddada xasiloonida ee aan ku soconno muwaadiniinteena waxa ay ugu hamuun qabaan nabad fursad bulsho dhaqaale iyo in ay barwaaqo ku hoos helaan la talinta sharciga oo ballanqaadayso xuquuqaha ku qoran dastuurka dowlad goboleedka Giir Shabeelle waxaan dhab ahaantii ku faraxsannahay in aan miisaaniyadan oo ah tii afaraad aan u soo jeedino baarlamaanka dowlad goboleedka Giir Shabeelle iyo in aan qayb ka noqono dadaalka baldaaran ee laga sugayo dowlad goboleedka Giir Shabeelle aad baa u mahadsan tihiin sida wacan waxaan rabaa barnaamijkayga sharafta leh oo qiimaha badan leh halkaas waxaan u soo gudbay khudbadii wasiirka oo soo jeedihayay aad baa u mahadsan tihiin maanta waxa idin hor yaalo oo gacantina ku jiro و
وحواي هرومركا هير شبيلة معنا بقى ناس دي سنة برا وقت شرفت عليه يا سيد الوزير ما أنت واحد قاعد فينا كل جلسان روش يا جماعة ميزانية دي أولي دهور كاني أدبان ومناسنتين أنا مرة بقى ناس دي